العمل. طبعا إن شاء الله إحنا مستمرين بتقديم كل ما ينفع أفراد المجتمع، سواء ملاك مشاريع، سواء مكاتب استشارية، سواء مهندسين تكييف عاملين في هذا المجال جدد، فنيين. يعني بنحاول نقدم دائما المعلومة بكل صدق وبكل أمانة، بدون ما يكون عندنا أي هدف أو غاية، إلا أنه إحنا نقوم بواجبنا وأمانتنا من خلال طبعا أولا تقديم المعلومة للناس اللي ما بتعرفها أو للعاملين في هذا المجال اللي ما بيعرفوها، بالإضافة إلى تقديم الطرق اللي إحنا بنشوفها من وجهة نظرنا هي الطرق الصحيحة في عملية تنفيذ أعمال التكييف. وعندما إحنا نلاحظ وجود بعض الأعمال اللي ممكن يتم يعني ترويج إلها وتطبيقها على أرض الواقع، إحنا بنحاول دائما نوجه للطريق الصحيح ونبين من خلال إما الشروح اللي بتكون موجودة على قناتنا على اليوتيوب، أو من خلال طبعا تصوير يعني المواقع وطرق العمل اللي إحنا بنقوم فيها، على أساس تكون المعلومة اللي بنقدمها معلومة مقنعة للآخرين. لذلك إحنا كل هاي المعلومات وكل هذه البثوث بيتم طبعا. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله، رمضان مبارك. كل هذه الأمور اللي بيتم تقديمها وتصويرها بيتم طبعا تنزيلها عندنا على قناتنا على اليوتيوب. يعني إحنا حاليا في أحد المشاريع اللي إحنا بنأكد دائما على عملية التأسيس منذ البداية. يعني الخطوة الأولى الخاطئة اللي بيقوموا فيها عدد كبير من طبعا المكاتب الاستشارية، من ملاك المشاريع، من المقاولين الرئيسيين للمشاريع، إنهم يعني ما بيهتموا بعملية التأسيس بالنسبة لأعمال التكييف، وخاصة الأمور اللي تحتاج تأسيس قبل عمليات صب الأسقف. يعني الأمور اللي هي بتتم يعني في مرحلة يعني تركيب الأسطح أو صب الأسطح، المفروض يتم التأسيس لها منذ البداية، وما بيجوز إنه إحنا نيجي نأجل الأعمال يعني حتى تنتهي. عندي طبعا الأعمال، ومن بعدها نيجي إحنا نفكر ونخطط ونشوف كيف بدنا ننفذ أعمال التكييف، وخاصة فيما يتعلق بموضوع بايبات الغاز. لذلك إحنا هذا الموقع صورنا منه وقمنا ببعض البثوث اللي طبعا بتبين كيف إحنا بنقوم بعملية تأسيس بالنسبة لسليفات التكييف. حاليا إحنا طبعا واصلين لمرحلة ما قبل الصب. إحنا طبعا حاليا على الطابق الأخير للفيلا أو المشروع، مثل ما شايفين جاهز لعمليات الصب. لذلك إحنا رح نبين لكم كيف عملية طبعا تركيب السليفات اللي هي عبارة عن بايبات بلاستيكية. قمنا طبعا بعملية تركيبها، وفي هذا المشروع لازم يكون في إله بايب ينزل منه، بايب النحاس أو مواسير النحاس، وفي إله بايب بجنبه أيضا رح تنزل منه أسلاك الكهرباء اللي رح تغذي الوحدة الداخلية من الوحدة الخارجية. بهاي الطريقة لازم يتم التأسيس. في حال أنت ما ركبت هاي السليفات قبل عملية الصب، أنت يعني ما بعرف كيف بدك تمرر مواسير النحاس، وشو الطريقة اللي راح تمرر فيها مواسير النحاس. بنسبة 100% إحنا من وجهة نظرنا راح تكون العملية خاطئة، وراح يصير فيها مشاكل، أطوال بايبات غاز زيادة، دفن لبايبات الغاز،
نبينها في هذا البث. إن شاء الله راح نقطع البث ونقوم بعملية البث مرة أخرى حتى يكون في عندنا يعني مقاطع ما تكون كبيرة. بالتالي هاي كل التصويرات من مواقع العمل بتنزل على قناتنا على اليوتيوب. يعطيكم العافية متابعينا الكرام.